ونحن نعرف انه عند اقامة قداس الصلاة، فان الاب الكاهن قبل ان يبدأ القداس يطلب الصفح من جموع الشعب قائلا سامحوني. والسؤال هو ما تفسير قداستكم لهذا الالتزام على الكاهن؟ هو مفروض ان الكاهن يصلي وما فيش بينه وبين حد من الشعب خصومة، ولذلك احنا بنبتدي القداس بصلاة الصلح، ان كلنا مصطلحين مع بعضنا البعض.